نشرت المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة ولاية اسطنبول والمعنية باستقبال المراجعين من اللاجئين الأجانب تعميما ينص على وقف قبول وتسجيل الحالات المرضية الخاصة باللاجئين السوريين من حملة كيمنيك الولايات الأخرى. مركز صحة المهاجرين الثالث في منطقة كيراج التابعة لحي أسانيورت أصدر بيانا رسميا بأن المركز سيتابع تقديم خدماته الطبية لحملة كيمنيك اسطنبول حصريا، ويعتذر لكل المهاجرين الذين لا يملكون كيمنيك اسطنبول، وأضاف أن المركز سيضطر آسفا لإبلاغ السلطات المختصة في حال قدوم أي مهاجر غير شرعي أو غير مقيم في اسطنبول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. للحديث أكثر حول هذا الموضوع راح يكون معنا مهدي داود عضو منبر الجمعيات السورية. يسعد مساك أستاذ مهدي. مساء الخير، الله يعطيكم العافية. أستاذ مهدي، ما هي خلفية هذا القرار؟ نحتاج توضيح أكبر منك حول هذا القرار. طبعا هو خلفية القرار هذا هو الضغط بشكل أكبر على السوريين لترك المدينة. مثل ما نعرف السلطات التركية قامت بعدة إجراءات مثل إجراءات هذه بموضوع تسجيل بالمدارس، بموضوع مثلا الاستفادة من إذن العمل، فأي شخص كملك وغير كملك اسطنبول. يعني هو الهدف أساسا الضغط على السوريين لاتجاه نحو مدنهم. طبعا هو ممكن في شفنا بعض الانتقادات من انه بموضوع الكادمين تحت التقرير انه سنعتذر او نحن متاسفون اننا سنخبر السلطات التركيه. بظن انه هذا تنبيه جيد ونشكر الطبيب الذي كتب هذه العباره وهذه الطريقه، لانه لو ما كتب الكلام هذا ممكن ما كان احد اخذه بعين الاعتبار او ما احد اخذه بالاهميه هذه. طبعا نحن كمنبر الجمعيات السورية نتواصل الآن مع الولاية بخصوص التعليم وبخصوص الصحة. في حال وصولنا لأي إجراءات جديدة، لأي يعني تطور جديد، إن شاء الله سنخبر أهالينا بإسطنبول بهذه الإجراءات أو بهذا القرار. نعم. طيب أستاذ مهدي، هل سيمتد ليشمل هذا القرار يعني كامل مشافي إسطنبول الخاصة أم فقط مراكز اللاجئين؟ لا، هو طبعا لا يستطيعون ان يضبطوا هذه النقطه، موضوع المشافي الخاصه، لانه المشافي الخاصه اساسا اظهار الكملك غير اجباري، فقط يعني هم بامكانهم ان يتحكموا بمشافي الدوله، او الاساس هو ماديا، هو اساس انه لا يستفاد الشخص هذه ماديا من هذه الميزه، لذلك هي وسيله ضغط لحركه الناس او لتحرك الناس باتجاه مدنهم. نعم. طيب دكتور مهدي، يعني في حال احد الاشخاص الحاملين لغير كيمنيك اسطنبول تعرض ابنه للمرض او لحاله اسعافيه، ما الذي يمكن ان يفعله هذا الشخص؟ طبعا بشكل اسعافي المشافي التركيه لديها قرار انه اي شخص ياتي لقسم الاسعاف في حال وجود كيمنيك او غير وجود كيمنيك فهي مضطره ان تستقبل الشخص هذا في حال وجود لديه ضمان صحي او ليس لديه ضمان صحي، فهي مضطره ان تراجع هذه. فلذلك نرجع من اخواننا السوريين عدم التردد بحالات الاسعافات او الحالات الاسعافيه. يعني طيب في حالات ممكن يكون الشخص عم بيروح بحاله اسعافيه وكملكو غير اسطنبول عم بيبلغوا عنه مثلا؟ يعني موضوع التبليغ في حالات الاسعافيه يعني ممكن، يعني حاليا في المشافي لم نسمع بهذه الحاله في مشافي الدوله، ولكن في المراكز الهجره يعني هو موضوع فقط انه هو تنبيه، الى الان لم نسمع اي حالات فعليه، ولكن ممكن ان يعني تطبق عمليا، لانه نحن نعرف السلطات التركيه او الوالي هو السلطه الاولى بالمدينه، فهو باستطاعته استصدار اي شيء، ولكن في موضوع الاسعافيه ما بظن انه يكونوا هم يعني قاسين الدرجه هذه، لانه يعني سيكون هناك رد قوي من مؤسسات المجتمع المدني بحالات الانسانيه هذه. مثلا اليوم الساعه 7:30 هناك سوريين يتظاهرون في الطرف الاوروبي، ولكن يعني استاذ مهدي سجلت بعض الحالات حول هذا الموضوع الذي تكلمنا عنه.
يعني الحالات هذه التي سجلت نحن كمنبر جماعات جاهزون أن نضغط في على السلطات المحلية وإيصال صوت أهالينا وإيصال صوتهم يعني المبحوح الآن مع الأسف. لذلك نرجو من أهالينا السوريين التواصل معنا طبعا مع إثباتات مع وجود يعني كملك او يعني رقم التاجي فيكون الامر سهل في تعقبه. من منبركم هذا اود ان يعني ان اوصل نقطه معينه هي نعاني منها كسوريين او كمنبر الجمعيات. الان اخواننا الذين ليس لديهم اي وثيقه فقط ترجموا اي وثيقه سوريه ودعوا يعني خلوها معاكم. يعني نحن في حال حصول اي مشكله مع الشخص هذا لا نستطيع إيجاده بحكم الاسم مكتوب باللغة العربية والموظف سيكتبه بالطريقة التي هو يعني يعرفها أو التي هو يعني يكتبها. لذلك لا نستطيع أن نوصل للشخص هذا. النقطة الثانية يعني الموضوع التوقيع، لا توقعوا على أي وثيقة لا تعرفوها وخاصة في كلس أو في مكان ترحيل. في هناك بعض الحالات تأتينا يقولون ستبقون حوالي 6 أشهر، هذا عاري على الصحة. أنا تكلمت مع مدير هجرة أنقرة من أسبوع إلى شهر ماكسيموم، وبعضها يمنح الشخص هذا كملك ويختار ولاية من عدة ولايات تعرض عليه. شكرا لك أستاذ مهدي داود عضو منبر الجمعيات السورية، شكرا جزيلا لك. أكيد نتمنى السلامة لجميع السوريين.